بإذن الله. نركز مع بعض عشان الحتة دي في السكيلز مهمة، الحتة دي في السكيلز مهمة، ألا وهي how to write a CV، إزاي إن إحنا نكتب CV، curriculum vitae، السيرة الذاتية. السيرة الذاتية أنا curriculum vitae. هنتكلم عن الموضوع ده في سياقات مهمة. أولا يعني إيه هي، في important definitions، في تعريفات مهمة خاصة بال curriculum vitae. هنفهم ايه الفرق ما بين السي في والريزيوم، السيرة الذاتية، المين تايبس اوف سي في، انواع السيرة الذاتية، تابس اون سي في رايتن، يعني ارشادات خاصة بكتابة السيرة الذاتية، هاو تو جيت ذا سي في رايت، ازاي ان احنا ننسق السي في، موديل سي في فورمات، هيبقى فيه نموذج للسيرة الذاتية، المين سيكشنز الاقسام الرئيسية، وكمان الكفر ليتر خطاب الغلاف او الخطاب التعريفي. اولا نيجي لتعريفات مهمه. اول حاجه هي السي في، السي في which stands for curriculum vitae. السي في ده اختصار لcurriculum vitae اللي هي السيره الذاتيه، is a short written document، ده مستند قصير مكتوب، that lists your education and previous jobs which you send to employers when you are looking for a job. يعني من الآخر السيرة الذاتية ديت بتحط قائمة كده خاصة بتعليمك، بوظيفك السابقة، مؤهلاتك، مهاراتك، انت بتبعتها لأرباب العمل، لجهات الاختصاص اللي انت بتدور فيها على وظيفة. انت بتعمل سي في، سيرة ذاتية، عشان انت عايز تتوظف. اوكي، كمان السي في it's a document used when applying for jobs، ده مستند بيستخدم وانت بتقدم لوظيفة. It allows you to summarize your qualifications، بيسمح لك انك تلخص طبعا مهاراتك، skills طبعا مؤهلاتك، مهاراتك، experience التجربة او الخبرة اللي انت عديت بيها، enabling you to successfully show your abilities to potential employers، وده بيمكنك انك تعرض قدراتك لأرباب العمل المحتملين. فانت بتحاول تبرز اهم ما فيك عشان تقنع اللي قدامك ان هو يقبلك في الوظيفة اللي انت متقدم لها. كمان your CV is a personal marketing document، ده مستند تسويقي شخصي انت بتسوق لنفسك فيه، used to sell your abilities and skills to prospective employers، انت بتستخدمه بقى عشان انت بتبيع قدراتك، بتبيع مهاراتك لأرباب العمل المحتملين. It should tell them about you، لازم السيرة الذاتية تحكي لهم عنك، your professional history تاريخك المهني، and your skills مهاراتك، abilities قدراتك and achievements وكمان الانجازات اللي انت حققتها. كل ده لازم يتكتب in your curriculum vitae، يعني السيرة الذاتية اللي بتختصر ل CV. اوكي، نيجي بقى للنقطة التانية اللي هي what is the difference between a CV and a resume، ايه الفرق ما بين CV السيرة الذاتية والresume. اولا في فرق كده في الاستخدام في الاماكن. In Europe and most countries، في اوروبا وفي معظم الدول a CV and a resume have the same meaning. ال CV و resume حاجة واحدة، هما الاتنين سيرة ذاتية. The two words are used interchangeably، الكلمتين بنستخدمهم بالتبادل. انما دايما وابدا بنلاقي في ال US و Canada الاستخدام مختلف. A resume is one page or two pages at most summary of your work, experience and background prepared for the job you're applying to. A resume بقى يعني مش فيها تعليمك ومؤهلاتك ومهاراتك، لا، دي عبارة عن صفحة أو صفحتين بالكتير، فهو ملخص شغلك، الخبرة وخلفية عنك، يعني معلومات أساسية عنك من أجل الوظيفة اللي أنت بتتقدم لها. إنما a CV is an academic diary that includes all your experience, qualifications, skills. It's longer than a resume. CV أولا هو longer than a resume، أطول من a resume. ثانيا بيبقى مكتوب بشكل academic، يعني ده بشكل أكاديمي، بشكل احترافي، فهو عبارة عن سجل أكاديمي ليك بيشتمل على كل ما لديك من خبرة ومهارة ومؤهلات. يبقى ده الفرق ما بين الريزيوم والسي في. الريزيوم في كندا وفي يو اس اي ده بيبقى عبارة عن صفحة او صفحتين فيها ملخص معلومات اساسية عنك وخبرتك في العمل. السي في بتبقى اطول وبتبقى عبارة عن سجل اكاديمي خاص بيك. طب نيجي بقى للمين تايبس اوف سي في، انواع السير الذاتية.
اولا انا عندي two main types of CV، عنده نوعين اساسيين من السيرة الذاتية. Number one skill focused CV، يعني السيرة الذاتية اللي بتركز على المهارات، على المهارة skill focused، ودي useful for career changers, school leavers or people with gaps in work history. السيرة الذاتية من اسمها بتركز على المهارة، ده بالنسبة للشخص اللي بيغير حياته المهنية، يعني انت سايب وظيفة ورايح لوظيفة تانية فانت بتقول لهم انا بعرف اعمل كذا، فانت بتركز على المهارات اللي عندك. حديث التخرج اللي هي school leavers، انت متخرج فانت بالتالي ما عندكش خبرة في العمل، فانت هنا ما ينفعش تكتب لي work focused CV، هتجيب العمل منين انت اصلا لسه ما اشتغلتش، فبيبقى اسمه skill focused CV. وكمان الاشخاص اللي بيقعدوا فتره بدون شغل، فانت قاعد فتره بدون شغل فانت هنا بيبقى السي في اللي انت بتكتبه مركز على السكيلز يو هاف، على المهارات التي تملك. انما بقى الورك فوكست سي في ده السي في اللي بيركز على العمل، على خبرات العمل. ده طبعا useful for showing work experience and for people progressing to the next stage in their career. انت بقى لو انت هتترقى، هتنتقل من منصب لمنصب اعلى، فانت بتكتب work focused CV. ليه؟ لان انت بتبين خبرة عملك اللي انت اكتسبتها، انت رايح لمرحلة تانية في الكارير اللي انت فيه، فانت بتركز قوي على الخبرات العملية اللي عندك. يبقى الـ skill focused بتاع شخص لسه fresh graduate، لسه حديث التخرج، بتاع شخص قاعد فترة كبيرة من غير عمل، بتاع شخص هيغير، هيعمل شفت في الكارير بتاعه، فانت بتقول المهارات اللي عندك ايه؟ كنت شغال مدرس فهتشتغل حاجة تانية، فانت بتقول ايه المهارات اللي انت عندك عشان الناس دي توظفك. انما الورك فوكسد لما انت في نفس مجال تخصصك وهتترقى بقى لمنصب اعلى، فانت بتبين لهم الخبرة اللي عندك في مجال العمل الذي ما كنت به، اللي انت كنت بتقوم بيه. طب نيجي بقى للتبس on writing the CV. في انشادات لكتابة السيرة الذاتية، في دوز، في ما تفعل، دوز، خلي بالكو دي مش داز، دي دوز، دي او اي باستروفي اس، يعني اشياء لابد من القيام بها. اولا use a black easy to read font in one size، انت بتستخدم خط اسود بحجم واحد وسهل القراءة، ما تستخدمش خطوط مشعبك، ما تستخدمش خطوط مشبكة في بعض. اوكي. Use bullet points to list information. استخدم سطور منقوطة. يعني ايه سطور منقوطة؟ يعني انت دلوقتي بتكتب المعلومة الأولى عنك فبتختار نقطة وبتكتب الجملة، المعلومة الثانية عندك بتعمل نقطة وبتكتب، المعلومة الثالثة عندك نقطة وبتكتب، وهكذا. Keep the tone formal. خلي الأسلوب بتاعك رسمي. انت بتكتب سي في انت هتشتغل، انت مش بتكلم واحد صاحبك. Have strong headings and lots of white space. خلي عندك رؤوس قوية، عناوين قوية، وفي مساحات ما بين الكلام عشان يبقى مريح العين اللي بيقرأ. Keep your CV to one or two pages. خلي CV بتاعك صفحة أو صفحتين عشان اللي بيقرأ ما يملش منك. ده حاجة مهمة في CV. طب نيجي بقى للدونتس. ما لا يجب أن تفعله، اللي أنت ما ينفعش إنك تعمله. Avoid abbreviations. تجنب الاختصارات، سلانج اللغة العامية أو جارجن أو المصطلحات الخاصة بها المعينة. مثلا ما تتوقعش ان اللي بيقرأ السي في ده فاهم في كل المصطلحات الخاصة بالمهن، فانت بتتجنب الاختصارات والسلانج والجارجن. اوكي. Avoid photos or images. تجنب الصور بتاعتك، تجنبها. Avoid long sentences. وتجنب الجمل الطويلة. هو السي في بيبقى مختصر، جمل مختصرة عن نفسك. اوكي. طب how to get the CV right؟ ازاي انا بنسق السي في بتاعي؟ What makes a recruiter find a CV ideal؟ ايه اللي هيخلي مسؤول التوظيف يلاقي ان السي في بتاعك ملائم جدا؟ اولا everything is easy to find in the CV. كل شيء سهل انك تلاقيه في السي في، في السيرة الذاتية. The colors, fonts and headings are consistent. الالوان، الخطوط، العناوين متناسقة. All the information is well organized. كل المعلومات منظمة بشكل كويس. ده اللي هيخلي الريكروتر اللي هو مسؤول التوظيف يلاقي ان السي في بتاعك مثالي. طيب هنيجي بقى النموذج، اهو ده نموذج للسي في، الفورمات، الديزاين بتاعه. اولا انت بتبدأ بمعلوماتك الشخصية، لين اشرف فتحي، بعد كده العنوان بتاعك، وهنيجي للكلام ده بالتفصيل. 315 شوبرا ستريت كايرو،
طبعا بتحط الزيب كود اللي هو الرمز البريدي، بعد كده بتحط معلومات التواصل، التليفون نمبر، لو في عندك ايميل ادرس، لو في عندك حساب سوشيال ميديا بتحط. بعد كده بتحط حاجه اسمها الاوبجكتيف، الهدف، انت بتهدف لايه؟ looking for a full time job as an electronic engineer، بدور على وظيفه كامله الدوام، دوام كلي، وظيفه يعني تاخد كل الوقت كمهندس الكترونيات. البيرسونال ستيتمنت معناها نبذه شخصيه، الكلام ده كله هنجيله تفصيلا، خد بس عنه فكره واحنا جايينه تفصيلا دلوقتي يعني. النبذه الشخصيه experienced، على فكره ما بكتبش جمل كامله زي ما انا قلت لك. experienced an energetic electronic engineer يعني مهندس الكترونيات شغوف وذو خبره ونشيط. returned to work after a year studying abroad، رجع للعمل بعد سنه دراسه. previous leader of technical team in a Talabat bookstore، قائد للفريق التقني في مكتبة الطلبة. introduced a design، قدم تصميم، برنامج تصميم that led to a reduction of 40% in design costs، أدى إلى خفض 40% من تكاليف التصميم. looking for a new business، أبحث عن a new business challenge، تحدي في العمل من نوع جديد after my studies abroad، بعد دراساتي بالخارج. لو خدت بالك في البيرسونال ستيتمنت انا ما بكتبش جمله كامله، انا بكتب الفعل مباشره، لو الفعل ماضي يبقى بكتبه experienced an energetic electronic، ولو في صفه بكتبها فهنا مهندس الكترونيات experienced ذو خبره، ديت صفه، energetic ديت صفه بكتبها، اوكي. introduced قدم، هنا introduced ده فعل، قدم تصميم، فانتروديوس ده فعل، فانت بتكتب المين بوينت اللي عندك دون فعل، دون فعل، انت ما بتكتبش جمل كامله. لوكينج فور، لان ما هذا هو ما يحدث الان، اللي هو يبحث عن، باحثا عن، اوكي. فانت ما بتكتبش جمل كامله وانت بتكتب السي في بتاعك، انت بتكتب الفعل الرئيسي او الصفه، الحاجه اللي ليها المعنى اللي انت عايز توصله للي هيقرا السي في، ومش لسه هيقرا بقى قصه حياتك يعني. بعد كده بنتكلم عن الكواليفيكيشنز، عن المؤهلات. انت في المؤهلات بتبدأ من الأحدث للأقدم، يعني 2019 Creative Program Institute، يعني برنامج التصميم أو برنامج البرمجة الإبداعي، received Creative Program Institute Certificate وخد الشهادة بتاعته. 2016 National Academy for Smart Technology، التكنولوجيا الذكية، يبقى الأكاديمية القومية للتكنولوجيا الذكية، وخد السيرتيفيكت، خد السيرتيفيكت. Faculty of Engineering 2011 Cairo University، جامعة القاهرة، graduated from Electronics Department، خريج طبعا قسم الإلكترونيات، فده هوت من الأحدث للأقدم، من 2019 ل 2011. بعد أنت ما بتتكلم عن الكواليفيكيشنز بتيجي بقى على الورك إكسبيرينس. بالترتيب ده وأنت بتذاكر خلي بالك من الترتيب، يعني إيه خلي بالك من الترتيب؟ إحنا بدأنا بالبيرسونال انفورميشن، بعد كده بدأنا بالأوبجيكتيف، personal statement، qualifications، وبعد كده work experience، خبرة العمل. الطلبة book store Cairo، شغال في مكتبة الطلبة من 2012 ل 2018. led، خلي بالك اهو، شفت النقاط اهو، أو النقاط اللي انا بقول لك عليها اهو، بتعمل كل سطر عندك بنقطة. led، supervised، trained and coached a team of 25 members. هو ما كتبتش I led، لا انت بتجيب الفعل مباشرة، يعني ما يهم انت بتذكره، اوكي. قادت وكانت مشرفه وضربت، وكانت بكاتشن على فريق من 25 شخص. involved in wider company decision making، كانت مشتركه في صنع القرار في الشركه. including policy and technical decisions، كانت بتشمل قرارات خاصه بسياسه الشركه وخاصه بالقرارات التقنيه والفنيه، ما هي مهندسه الكترونيات. introduced a design program that led to a reduction of 40% in design costs، ودي قالت قلناها فوق في البيرسونال ستيتمنت، يعني هي دلوقتي قامت بتقديم برنامج ادى لخفض تكاليف الانتاج بنسبه 40%. involved in advertising campaigns، كمان مشتركه في حملات الدعايه. created a successful social media presence on Facebook، يعني هي عملت حضور على السوشيال ميديا كويس جدا على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب شانل، وعندها قناه على اليوتيوب. فكل دي اسمها work experience، الخبرات اللي عدت بيها في العمل. بعد خبرات العمل في عندي بقى من 2019 بقى Creative Programming Institute اللي هو معهد البرمجه الابداعي، ده دراسه بقى. left a job for a one year advanced programming study، دراسه متقدمه في البرمجه، in creative program institute.
في طبعا في معهد البرمجه الابداعي. اوكي، ده بالنسبه للورك اكسبيرينس، لخبرات العمل. نيجي بقى للتكنيكال سكيلز. انا عندي المهارات فيها تكنيكال، يعني مهارات فنيه، وفيها بيرسونال، مهارات شخصيه. التكنيكال سكيلز دي الخاصه باللي انت بتعرف تعمله في مجال عملك. ماسترينج 3 بروجرامينج لانجويجز، يعني هي بتوجيه 3 لغات برمجه، جافا، بيرل، اند بي اتش بي. دي 3 لغات برمجه بتوجدهم. اكسبيرت ان بوك ديزاين، خبيره في تصميم الكتب. سوشيال ميديا بلاتفورم، كمان منصات السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي. بيرفكت انجلش فرنش ان اديشن تو عربي، كمان من ضمن الحاجات اللي بتوجدها انها بتوجد الانجليش والفرنش والعربي. كل ده في التكنيكال سكيلز، في المهارات الفنيه. البيرسونال سكيلز بقى المهارات الشخصيه. بقى المهارات الشخصيه دي انت مثلا بتساعد المجتمع ازاي، بتساعد المكان اللي انت فيه ازاي. 3 years experience as an assistant manager، هي 3 سنين خبره كمدير مساعد at the technical department of Altaliba bookstore، في القسم الفني بالبوكستور، بمتجر الطلبه. helped with problem solving techniques، كانت بتساعد في حل او في اساليب واستراتيجيات حل المشاكل. اوكي، يبقى عندنا التكنيكال سكيلز، المهارات الفنيه، ده اللي انت بتعرف تعمله في مجال شغلك. البيرسونال سكيلز، مهارات شخصيه، سماتك الشخصيه اللي انت بتتميز بيها، ساعدت في ايه، ساعدت المكان اللي انت فيه ان هو يبقى افضل ازاي، وهكذا. بعد كده الاتشيفمنتس، اللي هي الانجازات. Altaliba Bookstore's Engineer of the Year Award 2016، يعني الموظف المثالي او المهندس المثالي لمكتبة الطلبة، متجر الطلبة، ممكن يكون متجر الكتروني، في 2016. الانترست، الاهتمامات، بلاين فوليبول، كرة الطائرة، بلوج رايتنج، كتابة مدونات. ممبر اوف مصر الخير، هي عضو في مصر الخير، ده من ضمن الاهتمامات. بعد كده بيجي لنا خانة اسمها references، اللي هو دي المصادر الموثوق فيها ان لو الشخص اللي بيعمل لي مقابله يرجع للمصادر دي يقدر ان هو يدونه معلومات دقيقه عني انا. سميره وهبه، يونيفرستي بروفيسور، كايرو يونيفرستي، وده الكونتاكت ديتيلز، اللي هو معلومات التواصل بتاعتها، سواء كان رقم التليفون، سواء كان الايميل ادرس. سامي يوسف، مانجر اوف تكنولوجي ديبارتمنت ات طلبه بوك ستور، طبعا ده مدير قسم التكنولوجيا في متجر الطلبه، وده المكان اللي كان شغال فيه. ما انت لما تيجي تعمل ريفرنسز، اخر مدير انت اشتغلت تحت ايده، وكمان شخصيه اخرى انت تكون اتعاملت معاها، ودي معلومات التواصل بتاعته. طيب، كل اللي احنا اتكلمناه ده شكل مختصر للسكشنز بقى، يعني كل اللي احنا قلناه ده شكل مختصر للي احنا هنقوله دلوقتي. المين سكشنز اوف سي في، هي الاقسام الرئيسيه للسيره الذاتيه. The sections of a CV differ in number and importance according to the applicant and the job they apply for. يعني القسم ده من السي في بيختلف في العدد والاهميه تبعا للمتقدم والوظيفه اللي هيتقدم ليها. The following is one of the common divisions of a CV. دي بقى واحد من التقسيمات الشائعه للسي في. Sections of a CV، تقسيمات السي في، السيره الذاتيه، في عندي قسم بيبقى necessary، قسم ضروري، وفي قسم بيبقى optional، قسم اختياري، ممكن تكتبه ممكن ما تكتبوش. هنتكلم الاول عن necessary. طبعا الكونتاكت ديتيلز، معلومات التواصل، ده من ضمن necessary، من ضمن necessities، الاشياء الضروريه. السكيلز، المهارات، من ضمن الحاجات الضروريه. الورك اكسبيرينس، خبره العمل. الاديوكيشن او الكواليفيكيشنز، المؤهلات العلميه. اوبجكتيف، الوظيفة المطلوبة، انت بتقدم الوظيفة لايه. البيرسونال ستيتمنت، البروفايل، اللي هي النبذة الشخصية. ده بالنسبة للرئيسيات او الحاجات الضرورية. طب بالنسبة للحاجات الاوبشنال، اللي هي الحاجات الاختيارية، انك ممكن تحطها او لا. الاتشيفمنتس، الانجازات. الانترستس، الاهتمامات، ممكن ما تحطهاش في السي في. الريفرنسز، المرجعيات او الحكام، ممكن ما يبقاش فيه في السي في بتاعك شخصيات مرجعيه يقدر اللي بيعمل لك المقابله يرجع لها، او الجهه اللي انت هتقدم لها السي في ترجع لها، ممكن الموضوع ده ما يبقاش مكتوب. طب نيجي الاول للحاجات الضروريه. اول شيء في الحاجات الضروريه هي الكونتاكت ديتيل سكشن، قسم تفاصيل التواصل. Where is contact detail sections written on a CV؟ هو القسم الخاص بمعلومات التواصل، بتفاصيل التواصل، هلاقيه فين؟ It's in the top left corner of the first page. ده بيبقى في القمة العليا اليسرى من أول صفحة، يعني هتلاقيه هنا كده. أو ده في قمة السي في من فوق على الشمال،
هي دي معلومات التواصل. اوكي، نرجع لمعلومات التواصل. طيب what does contact details in a CV include؟ طب المعلومات التواصل دي بيبقى فيها ايه؟ الاجزاء اللي فيها ايه؟ خلي بالك بقى عشان ممكن يجيب لي سؤال تشوز ويجيب لي نفس السؤال ويجيب لي اربع اختيارات وانا اختار منهم واحد. اول حاجه ال first وال last name، يعني الاسم الاول والاسم الاخراني. This should be in a large and bold text، وده لازم ان يكون الخط كبير وغامق كده يبقى bold. ال postal address اللي هو العنوان البريدي including area zip code بما في ذلك رمز المنطقة البريدي، بعد كده الفون نمبر، بعد كده الايميل ادرس. ده حاجات necessary، ده حاجات ضرورية في ايه؟ ده حاجات ضرورية في الكونتاكت ديتيلز، ده حاجات ضرورية في تفاصيل التواصل. عشان كده كل الحاجات الضرورية دي موجودة هنا، الاسم ومكتوب بولد وبخط غامق، وبعد كده الادرس بتاعك، البوستال ادرس العنوان البريدي بتاعك بما في ذلك الزيب كود اللي هو الرمز البريدي اللي هو 11672 ده، وبعد كده التليفون نمبر رقم التليفون، وبعد كده الايميل ادرس. فالاربع حاجات دول ضروريه، الاسم والعنوان ورقم التليفون والايميل ادرس، الاربعه دول ضروريين. طب في حاجه بقى بتبقى اوبشنال، حاجات اختياريه. الحاجات الاختياريه دي لو انت عندك يور بروفيشنال ويب سايت اور بلوج، عندك موقع الكتروني مهني او مدونه مهنيه، يوتيوب شانل لينك، لو عندك رابط قناه على اليوتيوب. عشان كده هو هنا ده اوبشنال بقى، اللي هو الايميل بتاع تويتر ده اوبشنال، اوبشنال يعني ممكن تكتبه ممكن ما تكتبوش. بس الاربع حاجات الرئيسيه في معلومات التواصل هي ايه؟ النيم، الادرس، التليفون نمبر، وكمان الايميل ادرس بتاعك، عنوان البريد الالكتروني ما هيتواصلوا معاك عليه. اوكي، هنا بقى بقول لك ميك شور ذات، تاكد ان يور ايميل ادرس از ورك ابروبريت نوت فاني، اتاكد ان العنوان مناسب للعمل مش عنوان هزلي. singlebird@job.com احنا هنهزر؟ الطائر المنفرد @nokta.com ده طبعا ما ينفعش. محمد كذا 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 @المعاصر مثلا، او @ياهو، او @جيميل، او على حسب الشركه اللي انت بتعمل عليها الحساب بتاعك .com، يبقى عنوان جاد work appropriate، ما ينفعش يبقى funny على الاطلاق. اوكي، نمبر 2، your phone voice message only gives your name and request to the caller to leave a message. طب دلوقتي انت سبت رقم التليفون بتاعك، اوكي، فهم عايزين يتواصلوا معاك، فانت التليفون مقفول مثلا، ففي انت عامل خدمه بريد صوتي. خدمه بريد الصوتي ده لازم تقول اسمك وتطلب من المتصل ان هو يسيب رساله فقط، انما بقى انت مش هتحكي قصه حياتك في رساله البريد الصوتي. I'm asleep man، انا نايم يا راجل، leave a message and let me enjoy my dreams، سيب لي رساله وخليني استمتع باحلامي. ده ما ينفعش، ما ينفعش تبقى خدمه البريد الصوتي بالنسبه لشركه هتتصل بيك، ما ينفعش تسيب لهم انت الرساله دي. انما you have reached محمد رشوان at المعاصر office، انت وصلت لمحمد رشوان، thank you for calling، شكرا على اتصالك، please you leave your name number and a message and it'll get right back to you. سيب اسمك، رقمك، رساله، وانا هرجع لك قريبا. ده بقى يعني ده يتقال عليها فورمال مسج، دي رساله رسميه، عشان لما حد يتصل عليك والموبايل مقفول مثلا، يوصله رساله زي دي فيعرف انك رجل جاد ممكن يقبلك الوظيفه اصلا. Remember that your date of birth is not necessary. يعني انت ممكن تحط تاريخ ميلادك، ممكن ما تحطوش، عادي يعني مش ضروري. الاربع حاجات الضروريه اللي انا زي ما قلت لك، النيم، الادرس ولازم تكون حاطط البوستال كود او الزيب كود اللي هو الرمز البريدي، التليفون نمبر، رقم التليفون، وكمان لازم تكون سايب الايميل ادرس بتاعك ويكون ورك ابروبريت، يعني لازم يكون ملائم للعمل. اوكي، كونك انك تحط رابط خاص بموقع من مواقع السوشيال ميديا بتاعتك ده شيء اوبشنال، ده شيء اختياري، ممكن تحطه او ما تحطه. ده بالنسبة للقسم الأول اللي هو الكونتاكت ديتيلز اللي هو قسم التواصل. نيجي بقى للقسم الثاني اللي هو سكيلز سكشنز، قسم المهارات. The skills section you bought, the skills you bought in your CV should be the same skills listed in the job advertisement. المهارات اللي أنت بتحطها في السي في بتاعك لازم تبقى متوافقة مع المهارات اللي بتبقى معلن عنها في إعلان الوظيفة. يعني ما يبقاش اعلان الوظيفه متطلب منك مثلا انك يكون عندك لغه برمجه اسمها جافا HTML وانت رايح وانت ما تعرفش يعني ايه جافا و HTML، فما ينفعش، ما تروحش تقدم السي في بتاعك، تروح تعمل ايه؟
اذا كان اللي مطلوب انت ما انتش حاطه. فانت لازم مهاراتك تبقى توافقه مع الاعلان، توافق فعلي مش مجرد انك بتكتبها، يعني لازم تكون تملك هذه المهارات بالفعل. طب انا عندي نوعين من المهارات، الهارد سكيلز والسوفت سكيلز، لسه واخدينهم من شويه. الهارد سكيلز اللي هي كانت تكنيكال سكيلز، والسوفت سكيلز اللي هي كانت بيرسونال سكيلز. واحنا قلنا ان الهارد او التكنيكال سكيلز ار سكيلز ذات كان بي ميجرد اند ار دايركتلي ريليتد تو يور تاسكس، دي ممكن قياسها مرتبطه بمهامك، انت بتعرف تعمل ايه؟ هو انت في مجال عملك ايه الخبره اللي عندك؟ ايه المهارات اللي عندك في عملك؟ مثلا اي درايفرز لايسنس اللي هو رخصات السائقين، اللانجوجز اللغات، الكمبيوتر سكيلز مهارات الكمبيوتر، دي اسمها هارد سكيلز، يعني دي اسمها مهارات فنيه خاصه بفنيات الوظيفه اللي انت هتقوم بيها. انما بقى السوفت سكيلز او البيرسونال سكيلز او الكومن سكيلز دي مهارات شخصيه بقى، سمات شخصيه عندك بتساعد بها المكان. Soft skills are a combination of personality traits, behavior, and social attitudes that allow people to communicate effectively, collaborate, and successfully manage conflict. طبعا المهارات الشخصية ده مزيج من السمات الشخصية اللي هي personal traits، من السلوك ال behavior، من social attitudes، من المواقف الاجتماعية that allow people to communicate effectively، بتسمح للناس انها تتواصل بفاعلية، collaborate، انها تتعاون تنسق مع بعضها البعض، and successfully manage conflict، ويكون في اداره للصراع بنجاح، يعني لو في خلاف يقدروا يدون الخلاف. كل دي من السوفت سكيلز مش من التكنيكال. التكنيكال المهارات الفعليه المتعلقه بمجال الوظيفه، انما المهارات ديت مهارات عامه يجب ان تكون عند الجميع يعني. اوكي، من ضمنها بقى leadership skills، مهارات القياده، دي مهاره عامه، تيم ورك، العمل الجماعي، communication skills. فالتلات مهارات دولت من السوفت سكيلز مش من الهارد سكيلز. الهارد سكيلز كمبيوتر سكيلز دي خاصه بمجال التخصص، لانجوجز خاصه بمجال التخصص، لايسنس اي رخصه ده خاصه بمجال التخصص. اوكي، ذيس انكلود فيربال كوميونيكيشنز، طبعا مهارات التواصل، في مهارات تواصل لفظي، نون فيربال كوميونيكيشن تواصل غير لفظي، رين كوميونيكيشن تواصل كتابي تتكلم مع الناس، فيجوال كوميونيكيشن تواصل مرئي، اكتف ليسننج الاستماع الايجابي انك تكون بتعرف تسمع. من ضمن المهارات بتاعت السوفت سكيلز برضه بتاعت المهارات الشخصيه بروبلم سولفنج سكيلز، مهاره حل المشكلات، work ethics اخلاقيات العمل، flexibility adaptability القدره على التكيف، كل دي اسمها soft skills، مهارات شخصيه، يعني المهارات اللي تبقى اي وظيفه مطلوب منك المهارات دي. انما technical skills اللي هي المهارات الفنيه، يعني المهارات المتعلقه بالتخصص اللي انت مقدم ليه عشان تشتغل. انت مقدم في شغلانه انك تبقى سواق، ما انت لازم أن تكون بتعرف تسوق. انت مقدم في وظيفه مدرس، فانت لازم تكون متمكن من الماده اللي انت هتدرسها. ما ينفعش انك رايح تشتغل كدكتور وانت اصلا ما معكش الرخصه اللي تخليك تشتغل كدكتور. فالمهارات التكنيكال، المهارات الفنيه، المهارات المتعلقه بمجال عملك. المهارات السوفت الشخصيه دي اللي الشخص يجب ان يتسم بها عامه ولا ترتبط بوظيفه معينه. اوكي، طب نيجي بقى للموديل سكيل سكشنز. لو احنا نكتب السكيلز بقى الجزء بتاع السكيلز، اولا انا عندي التكنيكال سكيلز اللي هي المهارات الشخصيه، ماسترينج 3 بروجرامينج لانجويجز، خلاص دي مهاره فنيه، مهاره فنيه، ده في التكنيكال، مهاره خاصه بمجال التخصص. انا بعرف ثلاث لغات برمجه، جافا، بيرل، اند بي اتش بي، وكمان اكسبرت ان بوك ديزاين، بعرف اصمم، مهاره فنيه، سوشيال ميديا بلاتفورم، منصات التواصل الاجتماعي، مهاره فنيه، انجلش فرنش عربي، طبعا مهاره خاصه بمجال العمل، مهاره فنيه. انما بقى البيرسونال سكيلز، المهارات الشخصيه، 3 years experience، يعني خبره لمده 3 سنوات as an assistant manager، كمدير او كمساعد مدير at the technical department at a طلبه بوك ستور، فكل دي مهاره شخصيه. helped with the problem solving techniques، بيساعد في تقنيات حل المشكلات، فكل دي اسمها مهارات شخصيه غير مرتبطه بمجال التخصص. مهارة شخصية ممكن تبقى عند الجميع، ما انت عندك بتعرف تحل مشكلة في أي وظيفة، ما انت لازم انك تعرف تحل مشكلة، انك شغال مساعد مدير، ما دي مش مخصصة بمجال التخصص، ده شغل إداري. يبقى ده اسمها personal skills. اوكي. نيجي بقى للwork experience section، قسم الخبرات العلمية. أولاً ليه مسميات عديدة. ممكن يبقى اسمه work experience، ممكن يبقى اسمه experience work history employment experience. أولاً list your work experience in reverse،
date order, the last first, making sure that anything you mention is relevant to the job you're applying for. انت اولا بتحط ال work experience خبرة العمل بتاعتك كده في قائمة. اولا بالعكس يعني ايه الاحدث الاول، الاحدث بيتكتب الاول، وبتتاكد ان كل شيء انت بتذكره متعلق بالوظيفه. يعني انت ما تدينيش خبره عمل ملهاش علاقه بالوظيفه اللي انت مقدم لها. طيب الورك هيستوري او الورك اكسبيرينس لازم ان هو يتضمن ايه؟ ذا نيم اوف ذا امبلوير، اسم جهه العمل، ذا تايتل، ذا جوب تايتل، هو المسمى الوظيفي، وير ذا جوب واز، مكان العمل فين، ستارت ديت اند اند ديت، بدات امتى وانتهيت امتى. After that بعد كده list the tasks you performed. بعد كده يعني انت بتعمل قائمه بالمهام اللي انت عملتها، list in achievements، ممكن تحط الانجازات، وطبعا الانجازات ممكن ما تتحطش عادي. If you change jobs in the same company، لو انت غيرت الوظيفه في نفس الشركه، include both job titles، قول المسميين الوظيفيين اللي انت عديت بيهم. You don't need to list all your work history، keep your CV short. مش مهم بقى انت لو راجل بقى ما شاء الله انجازاتك كتير واشتغلت في اماكن كتير، شوف اهم الاماكن اللي انت اشتغلت فيها وحطها. اوكي، في حاجه اسمها gaps in your work history، في حاجه اسمها فراغات او فترات انت ما كنتش شغال فيها فصلت فيها شغل. فانت لو انت عندك فراغات بتيوز a skill focused CV، بتستخدم سي في معتمد على المهاره لانك انت ما اشتغلتش كتير في الفترات انت ما اشتغلتش فيها، وبتشو يور سكيلز يو هاف ليرند ان يور بريك such as planning budgeting. اوكي، يعني انت كمان بتبين المهارات اللي انت اتعلمتها في فتره التوقف زي التخطيط، بادجتن، الاداره المنزليه وهكذا. Include work experience and volunteer work in your work history. كمان انت بتضمن خبره العمل والعمل التطوعي في تاريخ عملك. Explain the reason for big gaps in the cover letter. في حاجه اسمها خطاب الغلاف هنعرفه بعد شويه. انت بقى لو انت عندك عايز تقول اسباب بسبب الفراغات الكتيره اللي انت قعدت او الاوقات الطويله اللي انت قعدت فيها من غير شغل، بتقولها في حاجه اسمها خطاب الغلاف هنجيله بعد شويه يعني. Don't forget to use strong action verbs. استخدم افعال حركيه قويه to describe your work history and skills عشان توصف بها مهاراتك والخبره اللي انت عديت بيها، زي demonstrate, manage, lead, develop, organize وهكذا. اهو احنا قلنا اول حاجه انك بتضمن اسم جهة العمل، الطلبة بوك ستور، المكان كايرو، التاريخ من 2012 ل 2018. فوق بقى انت بتقول الجوب تايتل بتاعك، اول حاجة بتقول الجوب تايتل. يبقى انت دلوقتي جبت لي اسم جهة العمل اول طلبة بوك ستور، بعد كده جبت لي المكان كايرو، بعد كده جبت لي انت اشتغلت من امتى لامتى 2012 2018. بعد كده بتجيب انت بقى الجوب تايتل بتاعك، بقى انت بتجيب المسمى الوظيفي بتاعك، ليدر اوف تكنيكال تيم، انت قائد، انت مدير الفريق التقني بالشركه. اوكي، بعد كده بتقول مهامك من الاحدث للاقدم. Let's supervise, train and coach a team of 25 members. يعني انت كنت فريق من 25 بني ادم. Involved in wider company decision making. كنت بتتخذ قرارات مع الشركه including policy and technical decision، بما في ذلك القرارات الخاصه بالسياسه والقرارات الفنيه. Introduce the design program. انت قدمت برنامج تصميمي ادى الى خفض تكاليف التصميم. Involved in advertising campaigns. كمان كنت مشترك في حملات الدعايه. Created a successful social media presence. كان ليك حضور قوي على السوشيال ميديا زي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب تشانل وهكذا. دي اول حاجه. طب بعد كده في الورك اكسبيرينس انت حطيت المعهد اللي انت درست فيه زياده بقى. Creative Programming Institute اللي هو معهد البرمجه الابداعي. Left the job for one year of advanced programming study in Creative Programming Institute. انت سبت الوظيفه عشان انك تروح تدرس او انك تروح تتدرب تدريب عملي لمده سنه في معهد البرمجه الابداعي. فكل ده من خبرات العمل اللي انت عديت بيها. فطبعا انت لو خبرات عملك في مكان واحد كتير بتجيبها من الاحدث للاقدم. في خبرات العمل بتقول المكان اللي انت اشتغلت فيه اولا اسمه ومكانه والسنه، وبعد كده الجوب تايتل بتاعتك، انت كنت اللقب او المسمى الوظيفي بتاعك. رابع حاجة بقى الإديوكيشن، الكواليفيكيشن سكشنز اللي هو قسم المؤهلات العلمية. أنت بتليست وبتديت أول بريفيس إديوكيشن إنكلودينج بروفيشنال كواليفيكيشنز. أنت بتذكر كل مؤهلاتك السابقة وتاريخها بما في ذلك المؤهلات المهنية. أولاً اليونيفرستي ليفل،
المستوى الجامعي، السيرتيفيكتس، الدبلومز او ديجريز، الشهادات، الدبلومات، الدرجات العلميه، مايكرو كريدنشلز اند شورت ورك ريليتد كورسز، الشهادات المصغره والدورات التدريبيه القصيره المتعلقه بمجال العمل، كل ده بتحطه في الايديوكيشن. ورك بيست تريننج، التدريب العملي، بروفيشنال ديفلوبمنت كورسز، كونفرنسز اند ورك شوبس، دورات التدريب المهني والمؤتمرات وورش العمل، اونلاين كورسز لو في دورات على الانترنت. طبعا انت ما بتحطش مؤهل جامعي الا لو كانت عندك مؤهل جامعي بيضاوي يعني. طب انا بصيغ ازاي بقى القسم ده؟ اول حاجه الاحدث الاول، الاحدث والاكثر صله بمجال التخصص والوظيفه. بعد كده بتنيم ذا كورس كواليفيكيشنز اور يو كومبليتد، المؤهلات اللي انت كملتها. بعد كده الكورس بروفايدر، مين اللي عطيك الكورس ده اصلا؟ البرنامج الدراسي جهه معتمده ولا لا؟ ستارت اند فينيش ديت، تاريخ البدايه والنهايه. اوكي، وسنه التخرج. فالكواليفيكيشنز هو بادئين من الاحدث للاقدم. 2019 كرييتيف بروجرامينج انستيتيوت، ده من ضمن المؤهلات. هو اي اتحط ضمن خبره العمل، بس هو برضه من ضمن المؤهلات. خبره العمل اللي بيبقى فيه تدريب عملي، فدي خبره من ضمن خبرات العمل، في تدريب عملي من ضمن المؤهلات عشان انت بتاخد شهاده. فكرييتيف بروجرامينج انستيتيوت ريسيفد كرييتيف بروجرامينج انستيتيوت سيرتيفيكت، واخد الشهاده بتاعته. 2016 ناشونال اكاديمي فور سمارت تكنولوجي، الأكاديمية القومية للتكنولوجيا الذكية، وده خد الشهادة بتاعته 2011 Faculty of Engineering، كلية الهندسة، كيونيفرستي، جامعة القاهرة، graduated from electronics department، طبعا تخرج من قسم الإلكترونيات. أوكي، ده بالنسبة للنقطة الرابعة اللي هي الخاصة بالكواليفيكيشنز وبالإدكيشن بالتالي. بعد كده بقى الاوبجكتيف سكشن اللي هو قسم الوظيفه المطلوبه، الوظيفه اللي انت مقدم لها يعني. ان اوبجكتيف جيفز بريف ديتيلز، ده بيدي تفاصيل مختصره about the type of work and role you would like and the industry you want to work in. ده بتدي بقى تفاصيل عن نوع العمل وعن نوع الدور اللي انت حابب انك تشتغل فيه او الصناعه اللي انت حابب تشتغل فيها. فهنا في الاوبجكتيف اهوت ام جاي قايل لوكينج فور ا فول تايم جوب از ان الكترونيك انجينير، انا بدور على وظيفه ذو دوام كلي كمهندس الكترونيات. وخلي بالك ان الاوبجكتيف ده اوبشنال ان سي في اند از انسرتد اندر يور كونتاكت ديتيلز، هو بيتحط تحت التفاصيل التواصل بتاعتك، هو اوبشنال، ممكن تحطه ممكن ما تحطوش يعني. نيجي بقى للبيرسونال ستيتمنت اللي هو النبذه الشخصيه، بروفايل اور سامري سكشن، يا اما بيرسونال ستيتمنت يا اما بروفايل سكشن يا اما سامري سكشن. البيرسونال ستيتمنت جيفز امبلوير ان ايديا اوف هو يو ار ان 3 اور 4 سنتنسز، يعني من الاخر نقدر نقول ان البيرسونال ستيتمنت النبذه الشخصيه ديت، انا لو ما قراتش السي في اعرف انت ايه من خلال النبذه الشخصيه دي، ثلاث اربع سطور يعني، ثلاث اربع جمل، ملخص السي في من الاخر. A personal statement is a concise statement that highlights your key attributes. النبذة الشخصية هي بيان موجز بيسلط الضوء على سماتك الرئيسية. Keep CV personal statements short and snappy. خلاها سريعة، خلاها قصيرة. 100 words is the perfect length. 100 كلمة ده الطول المثالي. Okay. A CV personal statement acts as a preface to the CV. هو مقدمة للCV. الجواب بيبان من عنوانه، انا اعرف السي في من خلال البريفيس، من خلال المقدمه اللي هو البيرسونال ستيتمنت اللي هو النبذه الشخصيه. طب ايه اللي انا هحطه في النبذه الشخصيه؟ What you currently doing for employment or education، ايه اللي انت بتعمله كوظيفه او كتعليم؟ What attracted you to the job you're applying for، ايه اللي جذبك للوظيفه اللي انت بتقدم لها؟ Your reason for applying for the job، ايه هي اسبابك للتقدم لهذه الوظيفه؟ Your career goals، اهدافك المهنيه. عشان كده احنا قلنا experienced and energetic electronic engineers، ده مهندس ذو خبره ونشيط، return to work after a year studying abroad، رجع للشغل بعد سنه دراسه بره، previous leader قلت اهوت انت كنت قائد ل all طلبه bookstore introduced the design وكمان قدمت تصميم، دي نبذه عنك. looking for اهو ده الهدف، انت عايز ايه؟ looking for a new business challenge after my studies abroad، بدور على تحدي في عمل جديد بعد الدراسه بالخارج. فالقسم احتوى على الاربع حاجات دول، انت دلوقتي ايه الوظيفه اللي انت بتعملها؟ ايه اللي جذبك في الوظيفه انك بتتقدم، عايز تحدي جديد للعمل؟ ايه اسبابك لاختيار الوظيفه؟ الاهداف بتاعتك؟ كل ده موجود في البيرسونال ستيتمنت. اوكي.
طبعا الـ personal statement is optional and is inserted under your objectives. برضو الـ personal statement بتبقى اختيارية، يعني انت معلومات التواصل، بعد كده الـ objective اللي هو الهدف من الوظيفة المطلوبة، بعد كده الـ personal statement، وممكن ما تبقاش موجودة. نيجي بقى للـ optional، للحاجات الاختيارية. اولا الـ achievements، الانجازات. And some CVs achievements are included in the work experience section. في بعض الـ CVs الانجازات بتضمن ضمن نطاق، ضمن قسم خبرة العمل. In your CV, include an achievement section if you have important achievements that aren't mentioned in the skills or work experience sections. انت بقى بتعمل قسم خاص بالانجازات لو كان عندك انجازات مهمة قوي 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 وانت ما ذكرتهاش لا في مهاراتك ولا في خبرة العمل الخاصة بك. Okay. For each example, لكل مثال note what the achievement was. لاحظ هو الانجاز كان ايه and when and where you achieved that. وامتى وفين انت حققته. What to include in the achievement section. طب ايه اللي انت هتضمنه في قسم الانجازات. Examples of how you helped your former employer achieve their goals. امثله ازاي انك ساعدت جهات العمل السابقه في تحقيق اهدافها. Important contributions to community. اسهاماتك المهمه. Important contributions. اسهاماتك المهمه في المجتمع. Awards. جوائز. Completed projects. المشروعات المكتمله. فالاتشيفمنتس او اول طلبة بوك ستور انجينير اوف ذا يير اوورد، خد بقى جائزة المهندس المثالي في اول طلبة بوك ستور في المتجر الالكتروني الخاص بالكتب في عام 2016. برضه من الاقسام الانسيساري اللي هي الغير ضرورية اللي هي الاوبشنال اللي هي الاهتمامات والميول. الاهتمامات والميول including your relevant interests in your CV is optional. انك بتضمن اهتماماتك المتعلقة في السي في ده شيء اختياري. It can provide a more complete picture of who you are. انت بيديني صورة كاملة انت مين. As well as giving you something to talk about at interview. كمان ده يعني بيديني حاجة تعرف تتكلم عنها في الـ interview. في المقابلة لما تيجي تعمل المقابلة. Include relevant interests that show skills that employers are looking for such as leadership skills. طبعا بتضمن الاهتمامات اللي صلة اللي بتظهر المهارات اللي اصحاب العمل بيبحثوا عنها زي مهارات القيادة كده. Avoid common interests. تجنب بقى الحاجات العامة اللي بتتقال في كل سي في. مشاهدة التلفزيون. Socializing. التواصل الاجتماعي. Going to the cinema. ذهب للسينما and reading. القراءة. كل دي ما عادتش. دي بقت حاجات شائعة. فخلاص دي ما عادتش تحط ضمن نطاق الانترست. بعد كده بقى بنتكلم عن هنا الموديل بقى. الموديل interest section. Playing volleyball. بلعب كرة طائرة. Blog writing. كتابة. كتابة مقالات. member of مصر الخير. في كل دي اهتمامات. طب references او referees اللي هم الجهات المرجعية اللي انا لو انا صاحب عمل عايز اتأكد من الكلام اللي انت بتقوله من جهة مرجعية هو optional ممكن ما تحطوش. referees talk to your new employers about your skills, work history and personality. الحكام دول بقى بيتكلموا مع رب العمل الجديد عن مهاراتك وخبرة العمل وعن شخصية. Normally you need at least two referees. بتبقى محتاج اتنين شخصيتين مرجعيتين. One referee should be your latest manager. واحد منهم لازم يكون اخر مدير ليك. Team leader. قائد الفريق. Or work experience supervisor. او مشرف الخبرة في العمل. فده ممكن يكون formal employer. صاحب عمل سابق. Sports coach. انت تدربت تحت ايده. A teacher or principal. معلم او مدير مدرسة. A respected community leader. احد الشخصيات البنزة في المجتمع. بس. Periphery details بيبقى فيها ال first وال last names الاسم الاول والاخير ال job title ال organization المنظمة اللي هم شغالين فيها ال phone number ال email address. فانا بكتب اهو سميرة واحد احد الشخصيات المرجعية ده university professor ده job title بتاعه شغال في كاري university في جامعة القاهرة ودي contact details بتاعته وهكذا سامي يوسف. اوكي نيجي لاخر حاجة بقى اللي اسمها ال cover letter اللي هو خطاب الغلاف اللي هو الخطاب التعريفي. شفتوا بقى لما احنا بنقول لما كان بيبقى فيه فجوه من العمل بنكتبها في خطاب الغلاف. طب ايه هو بقى خطاب الغلاف ده بقى؟ قال لي A cover letter is a type of business letter. هو نوع من انواع خطابات العمل. A cover letter is one page document. ده مستند لصفحه واحده that you submit as part of your job application. انت بتضمنه كجزء من طلب التقديم الخاص بيك. اوكي. The purpose of the cover letter is to introduce you and summarize your professional background in brief. هو برضه وظيفته عامل زي النبذه كده، يعني هو عامل زي البيرسونال ستيتمنت. عامل زي البيرسونال ستيتمنت، انت بتقول فيه الخلفيه المهنيه بتاعتك باختصار. On average your cover letter should be from 250 to 400 words long. بيبقى في المتوسط من 250 ل 400 كلمه.
A good cover letter can attract the HR human resources managers interest and get them to read your CV. الخطاب التعريفي ده او خطاب الغلاف ده يعني بيقول لك الجواب بيبان من عنوان. هو ممكن يشد مسؤول التنميه البشريه اللي هو مدير الموارد البشريه، مدير التوظيف يعني، مدير التوظيف ان هو يكون مهتم بيك ويحاول يقرا السي في بتاعك يعني. A bad cover letter on the other hand، طبعا الخطاب السيء بقى، خطاب الغلاف السيء might mean that your application is going directly to the paper shredder. معناه لو كتبت انت خطاب سيء مش مكتوب بلغه سليمه، مش مبين انت ايه بالظبط، مش عارف خلفيه سليمه عنك، خلاص هيروح في المفرمه بتاعت الورق ايام ما كان في مفرم ورق يعني. So to make sure this doesn't happen, it's essential to know how to write a convincing cover letter. لازم انت تتعلم ازاي انك تكتب خطاب غلاف قوي. اوكي. هناخد طبعا الجزء ده واجب لحد نهايه الملف. قبل بس ما اقفل معاكم المحاضره حابب اوري لكم حاجه كانت موجوده في كتاب السنه اللي فاتت. جالهم في امتحان السنه اللي فاتت وقام جايب لهم الجمله دي كده. قال لهم ايه؟ I enjoy meeting، ده كتاب السنه اللي فاتت باي ذا واي. انا بستمتع بمقابله people from other countries، الناس من دول ثانيه. I have traveled to Europe، انا سافرت لاوروبا and Australia، واستراليا my ambition، لحد استراليا هنا. اللي هم الجملتين دول. وقام جاي لهم دول يتضحطوا تبع ايه في السي في؟ هل في الورك اكسبيرينس في خبره العمل؟ ولا هل في الهارد سكيلز؟ ولا هل في الانترست؟ كل اللي قال دي خبره عمل. فطبعا انا بستمتع بمقابله ناس، دي مش خبره عمل على الاطلاق. مش خبره عمل، امال دي اسمها ايه؟ دي اسمها انترست. فنخلي بالنا، نخلي بالنا من اقسام السي في وايه اللي بيبقى موجود تحت كل قسم. السكيلز فيها ايه؟ اللانجوجز فيها ايه؟ طبعا اللانجوجز بتبقى تبع السكيلز اللي مطلوبه وهكذا. الاتشيفمنتس الانجازات التعليم وهكذا. فانا ليه بقى قلت لكم نرجع للكتاب بتاع المدرسه بتاع السنه اللي فاتت في النقطه دي تحديدا؟ عشان لما يبقى في السي في جمله تحت عنوان ابقى واخد بالي انهي جمله تبع انهي عنوان. يعني السفر ده تبع الانترست، السبورتس ده تبع الانترست وهكذا. وبكده نكون خلصنا الموضوع الخاص بالسي في. يا رب تكونوا ان شاء الله استفدتوا بالفيديو ده. بامر الله ان شاء الله المحاضره اللي جايه